شيئاً. اليوم وصلنا للعمر من شيئاً 8 سنوات، وبالعادة بكون إحنا نطلب ملابس، لكن اليوم وصلنا أشياء للبيت وغرفنا. شيئاً مو بس للملابس، شيئاً كمان بيجيب أشياء للبيت وكثير أشياء حلوة مستلزمات بتحتاجوها. وكمان الأول حابين نعطيكم كود خصم إذا بدكم تشتروا أشياء من شيئاً، نسمع هذا الكود حيكون هون بالشاشة وبصندوق الوصف كمان. أنا أول شيء أختار صندوق وأفتحه ونشوف شو في جوا. أنا بقول بشي من فوق عشان يختار. يلا بختار أول. أعطيني سكينة. إيش هذا؟ ما بعرف. ماما ساعدينا بالأشياء، مش عارفين شيء نحن. شو هذا الحال؟ أوكي أول شيء في هدول الأشياء، بس شو هذا؟ كثير في منه كمان. إيش هذا ماما؟ افتحوا هون وشوفوا. جاي روانة خذي واحدة وفتحيها، هي ذهبية. طلعوا هدول كفرات الكراسي. كراسي السفرة هيك نحطها. طبعا هدول كفرات جبناهم لكراسي السفرة عشان نغير. هذا اللون الاوف وايت عشان بناسب السفرة تبعتنا. جبت منهم 8 عشان سفرتنا 8 كراسي. وهدول جبت وهذا اللون البينك علشان التغيير، عشان اذا حبيت اغير في المستقبل يعني لون الكراسي. الخامة القماشة كثير حلوة. شوف هاي صوفية. الملمس يعني بشبه المخمل شوي، اما هاي قماشة عادية اللي بتمط. وهلا حنفتح صندوق بعده. فهذا الصندوق زي ما انتم شايفين هذا كله كفرات للكراسي. وهلا حنروح صندوق اللي بعده. انا اخترت هذا وحنفتح. يلا هاي اتوقع شجرة ديكور وبتضوي. نحطها هيك. طبعا هاد ديكور ممكن تحط جنب سرير على طاولة، وغرفة نوم، غرفة صالة، اي شيء. طبعا بفتح تاش يعني بالاصبع هيك. وفيكم حتى تستعملوا هذا الفيشي بيجي معه بدل البطاريات. وكمان بالصندوق في هذا الحرام الصوف الابيض، وحط فيه منه زهري لكنباية او السرير. نشوفه. تعرفي ربع الكنباية دي؟ اوه شوفي. اه كيوت. كثير يعني كثير صوفي هذا، كثير حلو شكله. هذا على غرفتي. هذا ما بعرف ليش ماما جابته، بس هلا هذول بتزيني بالكنبايه. ممكن ينحط على كنبايه، ممكن ينحط على طرف السرير كديكور. هو اكيد ما حنحطه على كنبايه، بس في كنبايه جبناها هي اكيد. شايفين وقماشته صوفي كثير حلو وثقيل وبجنن صراحه. انا كثير حبيته. جبت منه الابيض والبينك. صراحه انا حبيت البينك كمان. يمكن اخذه لغرفتي. انا كنت اخذ وايت بدل الصالة. بالنسبة للكواليتي صراحة روعة، والحرام تقيل كتير. انا ابدا ما طلعت. هذا اللون الابيض فيه. جبت نفسه اللون البينك. افتحوا روان ريان. انا حاخذ البينك كتير حبيته. اكيد في زي هيك. انا دورت كتير على هيك حرامات صراحة علشان الكنب وغرف النوم، ما لقيت غير عن شيئين. شوفوا هي في ما احلى. افردوه هيك مع بعض روان وريان. شايفين ما اكبره؟ كثير حبيته. انا بدي اخذ هذا الدب. انا اخذ هذا كثير دافي. هذا ممكن نحطه يا روان وريان مثلا اذا كان كنب لونه رمادي بيطلع كثير حلو. وبنحط كمان على الابيض على سرير حرام ابيض. وهذا نفس الشيء بالبق للرمادي، بالبق للبني. هلا شو في هذا بس ماما؟ هو نفسه ولا لا؟ هذا حرام ثاني بس يعني موديل ثاني. هي نفس الاحمر اول يعني هو اوريدي. كمان هذا جبته هذا الاحمر جبته علشان اغير فيه بال اذا حبيت اغير لون الاكسسوارات. اوكي هذا اخر شيء بس ندوه هذا الشيء. حبيت لمسه هذاك اكثر. الخامه روعه. التنين صوف لكن هذا موديل ثاني. شوف هذا اخف شوي. هذا حلو بس بحسه ابيض اكثر. هذا اخف شوي. وقلب معه مسكوه من كل واحدة من طرف ريان روان. وإله يعني زينة غير كمان. أنا كتير حبيتهم هدول الحرمات وما بستغنى عنهم في البيت خصوصا فصل الشتاء. يو الشيء اللي بعده. هلا هدول الصندوق اللي بعده أنا بختار هذا الصندوق. حطيه هون. شو هذا؟ ما بعرف. أسود. أوكي روان على الدور نعمل. هاد جعب من يعمل. كيف؟ جاب اسود صح؟ هيفتح صندوقي ونشوف. اوه ستاير هاي الخالد.
اكيد هاي ستارة سودا. جبتها لغرفة خالد لانه بحب اللون الاسود، بس حابة احكي لهم عن القماشة. شوفوا القماش الستان، الستان الحلو اللون الاسود اللي بيلمع. هاي ان شاء الله رح احطها بغرفة خالد، بحب الاسود والاحمر هو. اوكي حلو. هسه هاي شو؟ تعال شوف شو في شيء بعده. يمكن هدول كمان ستاير، خليني اشوف. لانه هاي قطعة واحدة. يمكن في قطعة ثانية، وفي رمادي، في اشي رمادي بحبه. اتوقع هاي هي القطعة الثانية. طبعا هذا عبارة عن كفر حرام وبنفتح من هون. طبعا هذا هو كفر حرام جبناه لخالد، ماما جابته لخالد، كثير حلو. بنفتح بنحط جواته زي اشياء. لا لا بحط جواته حرام وبعدين بفوتوه جواته هيك. اوه حلو. وهذا فرو ومن ورا مخمل. هو حرام للسرير، توضيح حرام للسرير. شوفوا كيف على هاي الجهة الفرو الحلو الناعم، ومن هاي الجهة المخمل، ومن جوا يعني هو حرام علشان يصير خميل، وبنحط على السرير. مريح. لازم نحط جوات حرام. او ماي جاد غرفتي. هذا كمان ديكور، يا اما بنحط على كنباي، على الارض، على السرير، على مرجيحة. هذول جواعد اكثر شيء بنحبهم نحن الكبارات اللي بنحسهم كثير حلوين. هذول للديكور وملمسهم ناعم. يس. طبعا هذا نفسه ولا مفتوحه؟ مفتوحه. سكين. هذا جاعد كمان، بس اتوقع ايه اكبر. اكبر. هذا اكبر. جاعد كبير. كل شيء بتتخيلوا وبتتوقعوا للبيت بتلاقوه عند شي ان. شوفوا ما احلاها هاي فروة. هاي مستطيل بس طويل. واو انا ما تخيلت هيك الصراحة. هذا ما بقي حاسين لا تحسي هذا لرغد. هذا حرام صوف علشان غرفة رغد. هذا يا اما فيكي تلبسيه يعني تحطيه على كتافك تدفي فيه زي الفروه من جوا، ومن برا صوف. شوفي أيوة. هيك من برا هذا رغد طلبته فجبته لرغد، وشوفوا من جوا كيف حلو ثقيل صح؟ يب ثقيل. يلا روان صندوقك. السكين تنحط على الارض. حمستوا صح؟ لانكم ما بتعرفوا شو في جوا. بختار هذا التحت. هاي التحت. شكرا. طلبتها رغد هاي. جد؟ كل شيء بلاقي حلوه رغد. هي طلبتها. هاي للتسريحه. هاي للتسريحه وبحط فيها فراشي وبس. شوي شوي السكينه. رح افتح كل شيء اول، بحتاج سكينه بعدين. هاي كمان لرغد يعني؟ ايوه نبغى صح؟ نبغى. ليش هاي؟ تسريحة زي صينية صغيرة ممكن تحط عليها عطر صح او اكسسوارات. ورجينا اياها مرة ثانية. هاي روز جولد احمر صح مخمل. هدول كفرات للمخدات. شوفوا ما احلى زي ما قالت روان مخمل. هدول للصالة جبتهم. هذا فكرت اوكي. كل هدول الحمر عبارة عن بالضبط. جبت ستة. ستة من هدول. أيوة. ملمس عشان شفتي الحرام الاحمر روان؟ والحرام الاحمر اللي جبناهم اياه كمان اللي هو هذا كمان للصالة. هذا مع الكوشة. ايش هاي؟ غطا مخدة. لفي. شو ملمسه؟ ملمسه هيك صوفي. صوفي كمان هذا غطا مخدة للكوشة. اوكي هلا لما بتفتح بهذا الشيء ما بعرف شو هو. جاعل اسود هارو كمان للديكور. لا هون راح احطه بالصاله هاي علشان انا هون لا مو طويله هيك على هاي جاعل صغير اسود حلو علشان انا هون دخلت اللون الاسود بهاي الصاله بالله بايوه فجبت هذا كثير حلو كمان بالصاله. هذا ايه؟ هذا جاعل زهري مبين. هذا فرو لون جميل رغد.
مو شرط لرغد، بعدين انتوا بتتقاسموهم وبتعملوا جولة بغرفكم. الوحيد من الدعم الجداري تقريبا يعني رغد وميرة تقريبا، فاتوقع رغد. انتي نسيتي انه عندك بينك. ايوه بس مش الي. اوكي عبارة عن جواعد. شفتوا الالوان؟ جعد بني، وهذا هو الجعد اللي بعده عبارة عن جعد بني، ما بعرف لمين يقول ريان. انا الوحيدة اللي غرفتي بلبسوها يعني غير لون، يعني لون مميز غير عن الباقي. هذا رنر طويل، هذا لغرف لطاولة السفرة بنحط بالنص. اوكي كتير هيك يزيد اسعار حلو. بس اخر اشي عنا هو هذا، كتير جواعد. هذا مو جواعد، هذا كفر للمخدة. هذا رح نستعمله بالبقلي طقم البني. هاد بالبقلي بس عائلي كمان. لا هذا لونه بيج نفس يعني ريلا البني تقريبا. عادنا على الأردن نوعين يعني. تقريبا معظمهم حرمات علشان بنحتاجهم على الكنب وعلى الأسرة. أوكي. أول شيء عندنا هو هذا. هذا لمين ماما؟ هذا لمين ماما؟ للي بده، أنتوا بتختاروا وبعدين راح يشوفوهم بغرف. حلو. اوكي حلو. هذا حرام بس لون بيج رمادي. شو بيج رمادي؟ رمادي. اوكي عندنا هون حرام زهري، شكله زيه بالزيت. تعال شوفه. او حلو. هذا حرام زهري، حرام زهري زي قبله بس لون الزهري، وهذا بتحسوه انعم انعم من قبله. لا تنسوا تستعملوا كوبون تاعنا انا وريان، حيكون هون بالشاشه بصندوق الوصف، فيكم تستعملوا هالكوبون لاي شيء بدكم اياه. اوه كثير ناعم. هذا الاسود؟ لا هذا الاسود بس الي. هذا حرام لغرفة ماما، هو نفس الاسود الجاكمية اللي بتحط جواته حرام وبعدين بتضغطوا فيه. هلا دول في هون ثلاث صناديق وبدي افتح صندوق قدامي. يلا. اوه هذول حلوين. بدي ورميهم. هدول للمخدات وجرام فيهم زي هاي. او زي ما جبناكم اياهم قبل شوي، غطا المخدات نفس هذا. جبنا منهم ستة وما يناهم بالصندوق بس خيهم هون علشان الكنب البني، فجبنا افورت كل شيء اسود. هذا كمان ما جبناهم اياه. ايش هاي نفتحها؟ هاي صور صح؟ ايوه سارة صور بتاعت خالد، لانه تنتين لازم يكونوا. فتحنا واحدة وهاي الثانية، وفي واحد ثاني كمان تحت علشان شباك خالد كثير. صندوق متكرر هذا. ثلاث قطع من سارة. هذول الأغطية الستة، الأغطية المخدات. كنت عايشة شو هذول. يلا. هاد شو؟ هاد جاعد مين؟ نفسه مبلا. حلو كثير. هاد لون جدا كثير. اوكي. شوفوا نفس هذول. هلا عنا آخر شيء هون. شايفين حتى الباكج حلوة علشان ما تخرب القطعة. لا هذا مش هو، هذا الثاني زي الثاني. هذاك نفس الثاني بس واحد ثاني منه. هلا عنا صندوقين، اختاري واحدة يعني اي واحد بدك. لا اوه بس سوي صح. ايوه اذا شايفين كثير حمار المتابعين، اذا شايفين كثير حمار فانا لاني جايبة لكل غرفكم وجايبه للصالات. طبعا ماما جابت كل هالحرمات عشان عندنا ثلاث صالات بالبيت، يعني ثلاث قعدات ثلاث كنب وكثير غرف، ويعني نحتاج اشياء كثيره. فماما لبات هذول لغطت على المخدات مع هذا الحرام، جاب منه اثنين، هذا رقم واحد وهذا الثاني. زي ما قلنا لكم راح السرير او الكنب. وفي من الزهري، هذا نفس هذا الاول ورجعنا كمية زي هذا الزهري. شوفوا في كثير اشياء نفس هذا. لا مو هذا. تعال هذا اتسرق. هذا اتسرق. ماما ماما حط زربته بغرفة رغد. اذا مش قادرة اقوم يا ريان. طبعا هذا الزهري زي هذا، واحد لريان واحد لروان. هذا الحرام مسكر قدامكم اللي هو هذا نفس هذا. حتى في منه ابيض هذا. اتوقع انك بناخذ هذا وهي بتاخذ الابيض، معناها حلوه. اوكي روان الاخر صندوق سوا.
هاي اكبر مشتريات اشتريناها من شي ان لحد هلا. بعيدا عن الملابس. اوه هاي شوفوا هاي يا جماعه نفس الابيض اللي نكمي غطى الغطى وجناهم يعني في واحد منه كان في واحد من ابيض كان طبعا هلا ركبناها على مخدرنا اياها وكانت شكلها كثير حلوه حتى لقيناها بصندوق في منها رمادي وابيض اللي نكمي اياه مش لاقيينه هاي كمان حتى رمادي منه وهذا نفس هذا اللي جابت مياه كمان اللي اعطيها الست اللي ما جابتها ستي منه وهذا هذا نفس شو اسمه كفر طاولة هذا أيوة. لا هذا غيره كفر للطاولة طبعا حنفرش كل هذا ونورجيكم اياه بجولة قريبا كثير كثير وما شاء الله شوفوا قديش عملنا في كثير اشياء متحمسين نفرش مع ماما وكمان حابين نحكي لكم انكم تستعملوا كود روان وريان تاعنا حيكون هون وصندوق الوصف وهذا الكود بستعمل لكل اشي حتى هالاشياء وملابس وكل شيء وكمان اذا حبيتوا هالقطع وجبت لكم واحد من هدول وما لقيتوا ايش اسمه كل روابط هالقطع حتكون بصندوق الوصف وبس هاد كان فيديو اليوم باي باي.